إن الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على رسول الله خير من دعا إلى الله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يا عباد الله، في كتاب الله مجمل ومفصل، وهذا من المجمل الذي فصله الله سبحانه وتعالى في آيات أخر، وفصله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأعماله وأقواله، آية نستمع إليها كل جمعة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آية تختصر الدين كله، ففيها ما يشمل بقية أوامر الله سبحانه وتعالى وبقية نواهيه. وبدأ ربنا تبارك وتعالى في أمره هذا أول ما بدأ بالعدل الذي به قامت السماوات والأرض، فقال: إن الله يأمر بالعدل. والعدل صفة حسنة إذا اتصف بها الشخص زانته، وإذا اتصف بها ملك أدامته، وإذا اتصف بها حكم كان لصاحبه الأجر والثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. للعدل وجوه كثيرة إخوة الإسلام. العدل في التعامل مع الناس، أن لا يبغي الإنسان على أحد، وأن لا يظلم أحد، وإذا تعامل مع الناس تعامل معهم كأنما يعامل نفسه، لأنه يعامل الله سبحانه وتعالى من خلال الناس، فلا يظلمهم ولا يغمطهم حقهم، بل يتعامل معهم بالعدل. فمن ذلك عدل الرجل في الحكم، كما أمر الله سبحانه وتعالى فقال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الحكم بالعدل يعني أن لا تنظر إلى الخصمين من هما، ولكن تنظر إلى دليل كل واحد منهما وقضيته بقطع النظر عمن هو، فلا تأخذك في الظالم رأفة، ولا يستميلك مع أحدهما قرابة أو صحبة أو مصلحة، ولا يبعدك عن العدل بغضك لأحد منهما، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل في الحكم يجازي الله سبحانه وتعالى به خير الجزاء، بل إن
من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، أي حاكم يحكم بين الرعية بالعدل، لأن مثل هذا يوم من مثل حكمه خير من مطر أربعين خريفا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العدل يكون بين الأبناء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعدلوا بين أبنائكم في العطية. لا يجوز أن تحب أحد أبنائك أكثر من الآخر، ولا أن تعطي أحد أبنائك وتحرم الآخرين. إذا أعطيت واحداً وجب عليك أن تعطي البقية مثله، وإلا كنت ظالماً مجانباً للعدل. العدل يكون بين الزوجات، قال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. العدل في المعاملة بين الزوجتين أو أكثر هو شرط من الشروط كما قال بعض الفقهاء، أو هو حكم مستقل وأمر من الله سبحانه وتعالى وليس شرطا كما قال بعضهم الآخر. ولكن على أي حال فلا بد من العدل بين الزوجات، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ويقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، أي في الميل القلبي، لأن الإنسان في مثل هذا الأمر ربما مال إلى إحدى زوجتيه أكثر من الأخرى، ولكن في المعاملة وفي العطية والوقت وغير ذلك فلا بد من العدل، فإن جانب ذلك كان ظالماً وجاء يوم القيامة إحدى شقيه مائل، دليل على أنه كان لا يعدل بين زوجاته. العدل أوجبه الله سبحانه وتعالى في معاملتك مع الناس جميعاً، شركاء أو أصدقاء أو جيران أو غير ذلك، فهذا هو أمر الله سبحانه وتعالى الأول. والعدل لا يتم ولا يكون إلا بالإسلام، فإن الإسلام وأحكامه هي العدل، وما عداها فهو الظلم. فإعطاء الأنثى كالذكر من الميراث ظلم وطاغوت، وإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين هو العدل، لأن الله سبحانه وتعالى فصل العدل في كتابه، فكان في التزام أحكام الله سبحانه وتعالى الحكم بالعدل. قال تعالى: بالعدل والإحسان. الإحسان إخوة الإسلام هو التفاني والإتقان، والإحسان يكون في كل شيء. الإحسان يكون في العبادة، كما في حديث جبريل حينما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان في العبادة، أن تتفانى في العبادة وتعبد الله حق عبادته كما أمر الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وكما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يتفانى في عبادته ويقوم حتى تتشقق قدماه الشريفتان. الإحسان في تلاوة القرآن تكون بالتزامك أحكامه وبترتيلك إياه ترتيلاً كما أمر الله سبحانه وتعالى، فقال: ورتل القرآن ترتيلاً، أن تقرأه وتتفكر في معانيه وتتدبرها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كبيراً. الإتقان أو الإحسان مأمور به العبد في كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه، أن يحسنه. أي عمل من الأعمال إذا أردت أن تكون من المحسنين فلا بد لك أن تأتي به على وجهه، بأن تبذل في تحقيقه وسعك، وأن تكرس له ما آتاك الله سبحانه وتعالى من قوة، وما آتاك الله سبحانه وتعالى من قدرة، وما أعطاك الله سبحانه وتعالى من موهبة. إذا أردت أن تكون طالباً فاجعل الإحسان في دراستك، يكتب الله سبحانه وتعالى لك التوفيق. إذا أردت أن تكون تاجراً فاجعل الإحسان في تجارتك، يكتب الله سبحانه وتعالى لك الرزق والأجر. إذا أردت أن تكون صانعاً أو عاملاً فاجعل الإحسان في صنعتك وفي عملك، يبارك لك الله سبحانه وتعالى فيه. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه. يا عباد الله، ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإيتاء ذي القربى، دين الإسلام هو دين البذل. ولو نظرت يا عبد الله في كتاب ربك لوجدت أن كل أمر بالأخذ أو الأكل أو الشرب أو المشي أو غير ذلك إنما جاء في كتاب الله على وجه الإباحة، كقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، على وجه الإباحة. وكقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، هذا أمر ولكنه على وجه الإباحة. وكقول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا أمر على وجه الإباحة. ولكن الأمر بالإعطاء أو الأمر بالإيتاء إذا جاء في كتاب الله فهو إما على وجه الوجوب كإيتاء الزكاة، ويؤتون الزكاة، الأمر هاهنا للوجوب، أو الإيتاء على وجه الندب كالصدقة وغيرها كالهدية وغير ذلك، أو يكون الإنفاق والإيتاء على سبيل الإباحة كالإنفاق على ما أباح الله سبحانه وتعالى. في حالة الأخذ إذا جاء الأمر به فهو للإباحة مطلقاً ودائماً، في حال الإعطاء هو للوجوب أو للندب أو الإباحة. قالوا: لأن الأخذ مركوز في طبع الإنسان ولا يحتاج فيه إلى أمر من الله سبحانه وتعالى. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وتحبون المال حباً جماً، لا تحتاج من الله سبحانه وتعالى أمراً أن تأخذ، لأنك ستأخذ، ولا تحتاج من الله سبحانه وتعالى أمراً أن تأكل أو تشرب أو أن تسير في مناكب هذه الأرض، لأنك ستفعل، هذا أمر الله الكوني، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولكن التحدي الذي احتاج إلى الأمر من الله سبحانه وتعالى هو بالإيتاء، ذلك أن شح النفس يمنع الإنسان من البذل ويمنع الإنسان من العطاء. قال تعالى: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم لا يؤتي الصدقة حتى ينتزعها من بين فكي 60 شيطاناً، كل يقول له لا تنفق. فكان التحدي والأمر من الله سبحانه وتعالى هو أن تتخطى هذه العقبات من شح النفس ومن وساوس الشيطان وغير ذلك،
فتبذل وتعطي كما أمر الله سبحانه وتعالى. وأمر الله في هذه الآية بإيتاء ذي القربى لأنهم الأولى والأحق، ولا يعني هذا عدم إيتاء غيرهم كما أمر الله سبحانه وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يا عباد الله، وكما أمر الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات الثلاث العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، نهى عن ثلاث أخرى هي صفات قبيحة، صفات رذيلة لا يتصف بها الرجل الشريف ولا يرضاها لنفسه الرجل العفيف. فنهى عن الفحشاء، والفحشاء هو كل أمر يبعد الإنسان عنه بطبعه أو جاء أمر من الله سبحانه وتعالى بالابتعاد عنه. فالزنا فاحشة وهي من الفحشاء، والخيانة فاحشة وهي من الفحشاء، والسرقة فاحشة وهي من الفحشاء، والسباب والكلام البذيء من الفحشاء، وظلم الناس وغمطهم حقوقهم من الفحشاء، وغيرها مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه كله من الفحشاء. والمنكر هو ما أنكره الشرع لا ما أنكره الناس، فكل ما أنكره الله سبحانه وتعالى ونهى عنه فإنه منكر. فشرب الخمر منكر لأن الله سبحانه وتعالى قد نهى عن مثل هذا الأمر، ومهما زينه الناس ومهما تعارفوا عليه وجعلوه أمراً طبيعياً فإنه يبقى عند الله سبحانه وتعالى منكراً ويبقى فاحشةً لا بد للإنسان أن يبتعد عنه. ونهى الله سبحانه وتعالى عن البغي وهو الظلم وهو ضد العدل، والبغي هو تجاوز أحكام الله سبحانه وتعالى في كل أمر. فمن لم يصلي فإنه باغ على حق الله سبحانه وتعالى، ومن لم يزكي فإنه باغ على حقوق الفقراء والمساكين لأنه إنما يأكل مالهم بعدم إخراجه الزكاة، ومن يأخذ ما ليس له بحق فإنه ظالم للناس باغ عليهم، يحاسبه الله سبحانه وتعالى على ذلك. أرأيتم إخوة الإسلام جمال دينكم؟ أرأيتم بما يأمر وعما ينهى؟ يأمر بالجميل من الصفات التي لو اتصف الناس بها لصحت علاقاتهم ببعض ولصفت لهم الدنيا وما اعتدى أحد على أحد. ونهى عن صفات إن تجنبوها كانت لهم السعادة في هذه الدنيا، وإن انتشرت فيهم الفواحش والظلم والبغي والمنكر أحالوا حياتهم إلى جحيم. من يكره الإحسان في تعامله مع الناس وفي تعامل الناس معه؟ إحسان الرجل إلى زوجته أن يحسن عشرتها فلا يظلمها ولا يسيء إليها ولا يأتي من الأمور ما تكره، وإحسان الزوجة إلى زوجها بحسن تبعلها فلا تقول أو تفعل ما يغضبه ولا تنتقصه أو تظلمه أو تغمطه حقه. أليست هذه هي الحياة الزوجية الجميلة التي لا تصح الأسرة أو العلاقة الأسرية إلا بها؟ إحسان الرجل إلى أولاده أن يساوي بينهم، أن يعطيهم من وقته ومن جهده ومن علمه، وأن يساوي بينهم، وأن يشعرهم أن لهم أباً حريصٌ عليهم يهمه مصلحتهم ويسعى إلى خيرهم. وإحسان الأبناء إلى الآباء أن يوقروا آباءهم وأن يحترموهم وأن لا يجرحوهم ولو بكلمة أفٍ فما فوقها. فهل هناك علاقةٌ بين الأب وأبنائه أجمل من هذه العلاقة إن كان فيها مثل هذا الإحسان؟ ومن يكره العدل
ويحب البغي والظلم إلا من خربت فطرته، وإلا من كان حائداً عن الصواب وعن الفطرة وعن الحقيقة. من يحب أن يكره الناس ويكرهوه، وأن ينظروا إليه على أنه عدوهم وينظروا إليهم على أنه أعداءه، هذا إذا كان من الظالمين. أما إن كان من العادلين فإن الناس لا تخاف التعامل معه، لأنهم يعلمون أنه حريص عليهم وعلى مصلحتهم كما هو حريص على نفسه وعلى مصلحته، فلن يبغي عليهم. وإن وقع خطأ أو وقع بينهم مشكلة فالجميع يعرف حلها بالرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه، وهذا هو العدل وهذا هو الصواب. بهذا إخوة الإسلام تستقيم الحياة، ويعرف كل إنسان في هذه الدنيا ما له وما عليه. فإن لم يفعل الناس هذه الثلاثة الأولى والتزموا الثلاثة الأخرى التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، رأينا في حياة الناس ما نرى في هذه الأيام من الأسقام ومن المشاكل ومن الظلم ومن البغي بعضهم على بعض، كل ذلك لعدم التزام أمر الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله عباد الله، والتزموا ما أمركم به الله سبحانه وتعالى من العدل والإحسان، وآتوا ذا القربى والمساكين حقوقهم، وإياكم والبغي والظلم، فإن الظلم عاقبته وخيمة، وإن دعوة الظالم ليس المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وإياكم والفحشاء والمنكر، فإنها مما يذهب كرامة الإنسان في الدنيا ومما يوجب له العقوبة في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله.